دعا عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى مشاركة أكبر في إغاثة النازحين من المناطق الغربية في الأنبار بسبب ضعف إمكانات الجهات الحكومية المركزية والمحلية في إغاثة النازحين. هناك إمكانيات أو قلة إمكانيات في المحافظة وأيضا حتى المنظمات الدولية بسبب اتساع مساحة التحرير على مستوى المحافظات الأخرى وخاصة في محافظة نينوى وكذلك الآن في الحويجة. لذلك نطالب من خلال قناتكم الموقرة المنظمات الدولية وأيضا وزارة الهجرة والمهجرين بمضاعفة الدعم لهذه العوائل التي قبعت تحت سيطرة التنظيم أكثر من 3 سنوات ونصف تقريبا. لذلك يجب أن نتوحد جميعا ونهيئ كل المستلزمات المطلوبة لإيواء العوائل المتعبة من جراء الاحتلال داعش.